يشير قصور الدورة الدموية بالمخ إلى مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى انسداد شريان أو أكثر التي تزود المخ بالدم، وهذا الانسداد يسبب نقص في تدفق الدورة الدموية بالمخ وعدم كفاءتها لتزويد المخ بالمواد الغذائية اللازمة لقيام الخلايا بوظيفتها. وقد يؤدي عدم علاج قصور الدورة الدموية بالمخ إلى حدوث صدمات بسبب الفقدان الكامل والمفاجئ لتدفق الدم بجزء من المخ، أو نوبات عابرة عند فقدان تدفق الدم بجزء من المخ لمدة ساعات لا تقل عن 24 ساعة. وقصور الدورة الدموية يشاع حدوثه لكبار السن بسبب تصلب الشرايين، وعند الأطفال يكون أكثر الحالات التي تسبب قصور الدورة الدموية بالمخ مرض مويا مويا. ولتشخيص الدورة الدموية بالمخ يخضع المريض عادة لتقييم شامل، والذي يتم بمعرفة فريق يشتمل على متخصصين بجراحة المخ والأعصاب والأمراض العصبية والإشعة على المخ والجهاز العصبي. وعند عدم الاستجابة المريض للأدوية يوضع بالاعتبار عمل تدخل جراحي.